السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم على قناه مطبخ ايمان عاطف للاكل الصحي. النهارده هنقدم مع بعض كيكه شوكولاته صحيه ولذيذه، ما استخدمتش فيها ولا دقيق ولا شوفان ولا بيض، واستخدمت فيها مكون مش هيخطر على بالكم. وزي ما انتم شايفين الكيكه طالعه هشه، يعني لو نفسكم تاكلوا كيكه شوكولاته في الدايت هتاكلوها وانتم مستمتعين ومش هتزود وزنكم كمان. هي غنيه بالبروتين ومغذية ما شاء الله وهتعجب أولادكم. فعليها كمان صوص، شايفين صوص رائع، هقول لكم طريقته وإحنا شغالين، وهكتب لكم المقادير في آخر الفيديو بالجرام. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة والمكونات. معايا كوباية من العدس الأصفر. أول حاجة هنغسله وهننقعه من بالليل لحد الصبح، يعني تقريبا 12 ساعة. بعد كده هصفيه كويس جدا من المية. زي ما احنا شايفين هو الكوب بعد لما بيتنقع حجمه بيزيد، يعني ممكن بعد النقع يبقى كوبايتين مثلا، لكن هو انتوا بتعيروه قبل النقع. هصفيه كده بعد ما اتنقع وهحطه في الخلاط بالشكل ده. هنعملها كمان في الخلاط بكل سهولة. هضيف كمان ربع كوب من الحليب، ممكن نستبدله بمية لحساسية القلبين، ومعايا معلقتين كبار من الزيت. معايا كمان نص كوباية من عسل النحل، ومعايا نص كوباية من الكاكاو الخام. العسل النحل ممكن نستبدله بسكر ستيفيا، معلقتين كبار كفاية. شايفين بقى انا بضربه كويس جدا في الخلاط لحد لما العدس كله بيختفي تماما. اخر حاجة بقى بضيفها بعد ما ضربته في الخلاط، معلقة من البيكنج باودر كبيرة وممسوحة. هقلبها بقى كده، وبعدين هصبها في الصينية وادخلها الفرن على طول. فالصينية اللي انا استخدمتها مقاس 24، ما دهنتهاش زيت ولا حاجة، اكتفيت بمعلقتين الزيت اللي كانوا في الكيك عشان ما يبقاش سعرات كتيرة، وكمان الصينية البايركس مش هيلزق فيها، تشوفوا دلوقتي. ظبطت بقى الفرن على 180، على حرارة 180، وبعدين دخلتها الرف اللي في النص. تعالوا بقى ندخلها الرف اللي في النص. ده بقى شكلها لما طلعت من الفرن. فزي ما احنا شايفين كيكة عادي جدا كأنها بدقيق الابيض، تماسكت وطرية وجميلة. فانا حطيت عليها صوص شوكولاتة كنت عاملاه بالدارك شوكولات، وحطاله شوية لبن كده ودخلته الميكرويف. فعلى فكرة يعني صوص الشوكولاتة ده مش أساسي، بس يعني علشان تزيين بسيط كده. هزينها كمان بالشرايح من اللوز. طبعا كل اللي هيدوقها محدش هيتوقع ان هي بالعدس، لان طعم العدس مش باين فيها خالص. انا ما مضفتش فانيليا لاني عايزة احس بطعم الشوكولاتة، فيعني ضفت كاكاو خام. لو عايزين تضيفوا فانيليا او قرفه براحتكم. بس وزينت بقى بصوص الشوكولاته وشرايح من اللوز، وهنقطعها ونشوف شكلها من الداخل. دلوقتي شايفين شكلها محدش هيتوقع خالص ان هي معموله من العدس الاصفر. بس اهم حاجه تنقعوه، علشان اللي بيتعب من اللي عنده تعب في القولون زي حالتي كده، لازم البقوليات تتنقع على الاقل 12 ساعه عشان ما تتعبش القولون. وانا كلتها والحمد لله ما تعبتنيش، علشان زي ما قلتلكوا العدس اتنقع كويس. طبعا بتغيروا عليه المية وهو منقوع كل شوية. شايفين بقى شكلها من الداخل، خفيفة وهشة لدرجة ان هي وقعت مني. بصوا بقى، يعني والله مش قادرة اوصف لكم قد ايه هشة، هشة جدا جدا. ممكن تعملوها في صينية تكون اصغر من كده، مقاس اصغر من 24، بس تكون عالية شوية لان هي طبعا بتعلى في الفرن. في بقى في صندوق الوصف قائمة تشغيل بكل انواع الكيك الصحي اللي كنت عاملاها على القناة قبل كده، اتمنى تشوفوها برضو. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتشتركوا بالقناة لو لسه مشتركتيش، وتفعلي جرس التنبيهات علشان يوصلك كل اشعاراتي الجديدة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة. قبل ما اقفل بناتي عايزين يقولوا لكم رايهم في الكيك، هي عجبتهم ولا ما عجبتهمش؟ اتفضلي يا ماريا. يا ماما طعمها جميل جدا يا ماما.
حلوة جدا. يا ماما احنا ما كناش خالص فاضيين بالنا ان هي بالعسل طعمها حلو قوي، احنا بنموت فيها، عمالين ناكل منها كتير قوي.